فيلم The Game Star تبدأ قصة الفيلم في سنة 2005 بدولة كوريا الجنوبية وتحديدا بأحد المدن الكورية، وهسه نعرف أن هاي المدينة تعاني من قاتل متسلل وجرائمها غير معروفة، ولحد هذا الوقت يكون القاتل مجهول. وهنا نشوف سيارة تمشي بالشارع، لكن هي اقتربت عليها سيارة ثانية، وهاي السيارة تسببت بضرر خلفي للسيارة الأولى، وفجأة السيارتين توقفن، ولاحظ أن الأول نزل حتى يشوف مدى عمق الضربة وبدأ يصور بيها لأنه سيارته مأمنة عند شركة التأمين، والثاني اللي متسبب بالحادثة يكون مجهول وهو بدأ يقترب من الضحية، ولما يقرب عليه يبدأ يطعن به بالسكين لحد ما يتأكد انه هو فارق الحياة، او بعدها حرق السيارة وما خلى اي اثر للجريمة وغادر المكان. وبصباح ثاني يوم نرجع للمدينة ونشوف بناية خاصة لعصابة معينة، ورئيس هاي العصابة يكون اسمه جانغ دونغ، او ايضا نشوف معاون الرئيس وهو يجي على جانغ ويقول له اليوم الشرطة ضربت واحد من رجالنا. وبعد ما جانغ خلص التمرين اتصل على ضابط رفيع المستوى واللي هو مسؤول الضباط بالشرطة ويقول له انا انطيك راتب كل شهر حتى تخلصنا من شر رجالك، واني ما انطيك راتب على مود القى رجالك يضربون بعصابتي. وقبل لهذا الضابط يرد على جانغ، جانغ غلق التليفون بوجهه وبعدها راح بسيارته الاجتماع ودي. وبهاي الاثناء مسؤول ضباط الشرطة عقد اجتماع ويا زملائه وبقوا يتناقشون على موضوع الحادث اللي صار بالمدينة. فهنا مسؤول الضباط يقول لهم انه هاي الجريمة كانت مجرد سرقة اعتيادية، لكن دفاع الضحية عن نفسه سبب ردة فعل وجبر السارق انه يطعنه ويقتله، لكن احد الضباط الموجودين عارضه بالرأي وهذا يكون اسمه هاينك، ويقول له انه هذا اسلوب جديد للقتل لانه هاي الجريمة تكررت اكثر من 3 مرات بهذا الشهر، واحتمال يكون نفس الشخص اللي سبب الجرائم السابقة، لانه العملية تبدأ بضرب سيارة الضحية من الخلف، والضحية لما ينزل من السيارة بعدها يتم طعنه لحد الموت. او يبدأ الضابط يقول له كل جرائم القتل دا تصير بالسكينة، فهذا الشيء مو غريب. او بعدها يتم تكليف هاينك بالتحقيق بهاي الجريمة، ومسؤول الضباط كلفه لانه هاينك هو اللي ضرب احد رجال عصابة جانك، فكان يريد يخلص من عنده وانطاه هاي المهمة. وبهاي الاثناء يروح هاينك لمكان الجريمة او يتأكد من اللي صار بالسيارة، فيتوصل النتيجة انه منفذ الجريمة قاتل متسلل وهو يسوي جرائمه بشكل مخطط له مسبقا، وايضا يتم اختيار الضحية بعناية، بس لحد الان ما كان يعرف من الضحية القادمة. ونشوف جانك داخل باجتماع ويا ثاني اكبر رئيس عصابة بهذا البلد، وفجأة جانك يضوج ويغادر المكان لان صار اختلاف ويا رئيس العصابة الثانية، فيطلب من السائق مالته انه هو اللي يسوق السيارة، وبالفعل اخذها وبدأ يسوق بالطريق. او جانك يلاحظ انه اكو سيارة تقترب عليه من الخلف وبعدها تضرب ضربة خفيفة، فجانك ينزل على مود يشوف السيارة، وبالفعل نزل وشافها مخدوشة خدش بسيط. وهنا نزل صاحب السيارة الثانية وبدأ يعتذر من عنده ويقول له اذا بيها شي فانا راح اصلحها الك، لكن جانك قال له انا ما اريدك تصلحها، وهو كان يريد يخلص من عنده لان هو كان معصب وضايج، وقال له انه اللي صار ما يسوى اوقف على موده. وهنا بدأ القاتل يطعن بجانك، بس جانك ظهر قوته وبدأ بالمقاومة، لكن هو انجرح ببطنه وبظهره وهو قدر يشوف ملامح بسيطة من القاتل. بعدها جانك يسحب السكين من عنده او يبدأ يضربه بصدره ويتمكن من عنده، بس القاتل هرب وبسرعة اخذ سيارته او دعم جانك على مود يقتله ويتخلص من عنده، وقبل ما احد يشوفه غادر المكان بسرعة. وبقى جانك مغمى عليه بالارض، وبعد ما الناس شافوه اخذوه للمستشفى وسووا له بعض العمليات لان هو كان متعرض للكسور والجروح بليغة، بس بعدها استقرت حالته الصحية. وبهاي الاثناء كل رجال عصابة جانك راحوا للعصابة الثانية اللي كان قاعد وياهم بليلة الحادثة، وهم بدأوا يتعاركون وياهم لان عصابة جانك ظنوا انه هاي العصابة هم اللي تسببوا باختيار رئيسهم، بس بعد ما صحى جانك اختلفت الامور وبسرعة سحب كل رجاله واعتذر من العصابة الثانية، وهو يقول لهم انه اسلوب القاتل يختلف عن اسلوب هاي العصابة لان طريقة الهجوم كانت مختلفة تماما، وطلب من المعاون مالته انه يجيب له رسام لان هو بقى يتذكر بعض ملامح القاتل. وبالفعل اجى الرسام وبدأ جانك يوصف القاتل، وبعد وقت قصير توصل الرسمة كاملة وصارت عنده شكل القاتل بالضبط، واللي بقى بس يلقون القبض عليه. وبهذا الوقت يدخل عليه الضابط هاينك ويقول له انا جاي حتى اطمن على صحتك، لكن جانك ما يصدق لان عرف هو يريد يحقق وياه على مود يتمكن من القاتل. وبالفعل هاينك طلع ورقة وقلم ويبدأ يحقق ويا جانك ويسأل على اللي صار وياه بالضبط، ويطلب من عنده انه يساعده ويزوده بتفاصيل اكثر، او لانه جانك يعرف غايته قال له ما صار اي شيء ومجرد انا اتزحلقت وانصابيت. لكن المحقق هاينك ما ترك بحاله وراح نزل الجراج السيارات وفحص سيارة جانك وشاف اللي كان متوقعه، وهو الضربة الخلفية للسيارة اللي دائما يستخدمها المجرم، وهو دائما يسوي هيك قبل ما ينفذ جريمته حتى ينزل عليه السائق ويقتله. وبدأ هاينك يصور ضربة السيارة الخلفية، بعدها راح لمركز الشرطة وقال الرئيسة صارت حادثة جديدة تخص هذا القاتل بس الضحية لا زال عايش. فهنا رئيس الضباط يسأل عن اسمه، ومن يسمع بطاري جانك يطرد هاينك من المكتب لأن مثل ما نعرف
هذا الضابط يشتغل لصالح جانك، وهنا هانك ما بقى قدامه إلا حل واحد، وهو أنه يروح الرئيس العصابة أو يطلب التعاون وياه. وبالفعل نفذ فكرته وراح الجانك. بس بعد ما هانك انتهى من كلامه، جانك بوعله بالاستهزاء وقال رجالي كفون ويوفون، وأنا ما محتاج مساعدتك وأقدر أجيبه لوحدي. ولما جانك خلص كلامه طرد هانك، وبالفعل بدأ جانك بنشر رجاله بالمدينة. بس للأسف هم ما تمكنوا من إيجاد أي شيء، أو ما لقوا غير السكينة اللي طعن بها القاتل. وهنا جانك أدرك إن هو ما يقدر يلقى القبض عليه لوحده، وهو ما يقدر بدون مساعدة الشرطة بأدواتهم الحديثة مثل كشف الدم وكشف البصمات وغيرها اللي من خلالها ممكن تحدد شخصية القاتل ومكانه. فقرر إنه يستعين بالضابط هانك، وبعدها اتصل بيه وطلب من عنده الحضور لمقابلته. وهنا نشوف الضابط وزعيم العصابة جانك يتفقون على إيجاد هذا القاتل. بس الضابط هانك يقول له بعد ما تنتهي القضية ارجع ادور عليك وعلى رجالك، وانا لازم القى القبض عليكم لانه انتم خارجين عن القانون. وهنا جانك طلع تسجيل صوتي ويقول له اي محاولة غلط من عندك اطلع هذا اتفاقنا اللي موجود بشريط مسجل، وثق انا راح اسحبك وياي للسجن. فيقوم هانك ويكسره حتى ما يبقى دليل عليه، لكن جانك يفاجئ فيديو على البلازما ونعرف انه هو يكون مسجل له صورة وصوت. وهنا هانك استسلم للامر الواقع ويقرر انه يبقى بجانبه، وبدوي الاثنين بعمليات البحث عن المجرم القاتل، وبدأت تصير تحريات اكثر عن الموضوع. وبعدها نشوف جانك وهو يسوي خطة ثانية ويقرر انه يستغل هذا الوضع والموقف وياخذ سكينة القاتل ويأمر رجاله بقتل زعيم عصابة ثانية. ولانه رئيس هاي العصابة شكل خطر على جانك بمجال عمله، جانك قرر يتخلص من عنده. وبالفعل بعد ما تمت عملية القتل تروح السكينة للفحص جنائي، والدكتورة تكتشف انه اكثر من نوع دم موجود بهاي السكينة، وهاي السكينة عليها دم الضحايا اللي تم قتلهم بالكامل. وبهيك حالة الشرطة عاملت هاي القضية معاملة خاصة لانه القاتل واحد والضحايا هواية وربما يزيد عددهم. وبعد ما هانك عرف باللي صار راح للزعيم جانك، وهو كان يريد يواجهه على فعلته اللي سواها برئيس العصابة الثانية. وبالفعل لما راح له جانك ما اهتم اله وهو ضربه بالارض، فما بقى عنده حل الا يروح لمركز الشرطة ويفرغ غضبه برئيس الشرطة لانه هو سابقا قال لهم عن هذا القاتل وانه هو قاتل متسلل، لكن للاسف ما حد صدقه واخذ بكلامه. او بعدها يبدا الجدال بيناتهم، فالحراس يلزموه، وبسبب هذا الشيء تنسحب من عنده هاي القضيه. او ما يبقى عند هانك غير حل واحد، وهو انه يروح الجانك ويشاركه بالعثور على المجرم. وبالفعل بداوا يفتشون بسياره القاتل، وبعد طول البحث نجحوا بايجاد قطرات دم موجوده بالسياره، وهاي بالتاكيد تكون لهذا القاتل المجهول لانه اخر مره هو تواجه ويا جانك وجانك جرح بصدره. وبهاي الأثناء جانك وهانك يسمعون أصوات ناس جاية باتجاههم، أو لأن الوقت كان متأخر قلقوا وحسبوا غير حساب. وأول ما طلعوا من السيارة يشوفون رجال العصابة الثانية اللي جانك قتل رئيسهم، وهم جايين حتى ينتقمون من عنده لأنه هم عرفوا بهذا الشيء. وهم عرفوا بهذا الشيء لأنه أثناء عزاء رئيسهم يجي المجرم وينطل الرئيس البديل رسالة، وهاي الرسالة تنص وتقول على أنه اللي قتل زعيمكم مو قاتل المجهول مثل ما تتوقعون أنتم، وإنما شخص آخر استخدم السكينة مالته، وهو سوى هيجي على مود يبعد عن نفس الشبهات. واول شخص يجي على بالهم هو جانك لانه كانت اكو عداوة بيناتهم. وهنا بدأوا بالقتال والاشتباك بيناتهم، واستمروا بالقتال لدرجة انه هانك قتل زعيم العصابة الجديد، وبقى هانك مصدوم من اللي صار. بس جانك قال له روحوا حلل الدم وانا راح اتولى امر الجثة. وبالفعل الضابط هانك راح يتعالج، ولما يجي اليوم التالي يشوفه مسؤول الضباط فيقعده من النوم، واول ما يقعد ينطيه مهمة جديدة. وبعد تحريات طويلة ومستمرة بالفعل قدر هانك يحدد مكان المجرم فمباشرة يروح له، لكن لما يلحقه ما يلقى اي اثر اله. بعدها راح للمطعم اللي كان قاعد به المجرم وسأل صاحبة المطعم عن الاكل اللي طلبه، فصاحبة المطعم قالت له هو ما طلب شيء غير زجاجة المي. وهنا قرر انه ياخذ كل افراد الشرطة وياه حتى يفتشون على الزجاجة اللي شربها. بعدها يلاحظون وجود بصمات القاتل، وبالفعل لقوا زجاجة تشبه البصمات اللي موجودة عليها، وهم قدروا يعرفون معلومات كاملة عن المجرم من خلال البصمات ومن خلال زجاجة المي، او ايضا قدروا يحصلون عنوانه تماما. وبهاي الاثناء راحوا للبيت مالته وسالوا السيده اللي سجر البيت من عندها، فهاي السيده تبدا توصفه بالفقير واللطيف وانه هو انسان عادي وما عنده اي شيء، لكن الشرطه يفاجئوها لما يقولوا لها بانه هذا الشخص هو اخطر مجرم بالمدينه. بعدها دخلوا للبيت على مود يفتشوه، وبعد الفحص الكامل لقوا الادوات اللي يستخدمها بالقتل، وايضا شافوا صوره اله، وهاي الصوره تشبه رسمه جانك. وهنا هانك تاكد بانه هو هذا الشخص اللي يريدوه يدورون عليه. وبهاي الاثناء
منه الشرطة كثفت البحث عنه وعرفوا انه هو كان متربي بملجأ ايتام، وهو كان دائما يحاكي امه، وقدروا يحددون هذا المكان وخططوا لإلقاء القبض عليه بهذا الموقع، والشرطة تحدد والعصابة تخطط، والكل اجتمع على إلقاء القبض عليه حتى يخلصون المدينة من جرائمه، وتوزعت صورته على افراد العصابة كلها وهم انتشروا كلهم حتى اذا ظهر يلقون القبض عليه. لكن مع طول الانتظار هو ما طلع، فبعد ما فقدوا الامل قرروا يرتاحون شوية. بهاي الاثناء نشوف جانك وهو واقف بالشارع ينتظر الضابط، بس فجأة يفوت من يمه طالبات، وبهذا الوقت كان المطر نازل، فهو ينكسر قلبه على الطالبة وينطيها الشمسية مالته، وبعدها هو يروح ويغادر المكان، وهنا راحوا المكان يصرحون به. لكن فجأة شافوا اخبار تحكي عن قتل فتاة، وبعد ما جانك شافها عرف هي نفس الطالبة اللي انطاها الشمسية، فهنا يتأكدون من وجود القاتل بهاي المنطقة ويعرفون بانه القاتل راد يقتله، بس للأسف هاي الطالبة انقتلت بمكانه بسبب الشمسية اللي انطاهاها. وجانك يحقد على القاتل اكثر وزيد عنده رغبة الانتقام، وينطي وعد لنفسه انه هو راح ينتقم من عنده. وجانك نشر كل افراد العصابة حتى يدورون عليه، وبعدها توجهوا المكان سكنه وسووا له كمين، لكن المجرم كان ذكي ويكتشف خطتهم وبسرعة يهرب، بس جانك يبقى يطارده بكل شجاعة، والحسن الحظ قدر يلقي القبض عليه وبدأ يضرب بيه. بهاي الاثناء جانك اتصل بهاينك وذكره بالاتفاق اللي اتفقوه سوا، وهو انه اول واحد يلقى المجرم يكون اله، وبعدها يغلق التليفون بوجهه. وهانك يعصب من اللي صار ويصعد بسيارته ويروح جانك، وجانك كان على وشك انه يقتل المجرم وينفذ وعده، بس هانك اخذه من عنده وسلمه للشرطة، وهو سوى هيجي حتى يكون الى مكانه بين زملائه ويثبت لهم صحة كلامه، وبعدها يسلم افراد العصابة كلهم للشرطة، وما حد يهرب من العصابة غير جانك. بهاي الاثناء قاعد جانك يشاهد التلفزيون ويعرف من خلال اخبار القنوات التلفزيونية انه المحكمة راح يحكمون على هذا المجرم بالبراءة، والمحامي مالته نجح باثبات براءته، والمحامي يقول للقضاء انه كل اللي صار هو مجرد تلفيق على موكلي، وماكو اي دليل قاطع على انه هاي الجرائم تعود اليه. وهنا يدخل جانك المحكمة او يتقدم للقاضي على انه هو الضحية الوحيد اللي عايش من ضحايا هذا القاتل، فالمحامي استغل الموقف ويقول احنا ما يصير ناخذ شهادة رئيس عصابة او مجرم سابقا. وجانك من حس انه القاضي وافق بكلام المحامي خلع ملابسه او شوفهم الطعنات، ويقول له انا دفاعا عن نفسي طعنت القاتل بصدره، وايضا يقول له انا شفت القاتل لما هو طعني، وانا رسمت القاتل وهاي رسمته. والقاضي يوم رجال الشرطة انه يفتحون ملابس المجرم، وبالفعل القاضي كل الموجودين شافوا الدليل على صدر هذا المجرم، وتحول الحكم من البراءة الى الاعدام، وبعدها القوا القبض على جانك لانه عليه تهم هواية. وبعد مرور الايام الاثنين انسجنوا سوية، وجانك كان فرحان بهذا الشيء لانه قدر يحول الحكم للاعدام، بس نعرف انه سجنهم سوية ما كان صدفة، وانه هاينك هو اللي خطط لهذا الشيء وسواه. وهنا نعرف انه الحكم بدا يصير صالح القاتل بمرور الايام، وانه المحامي اشتغل حتى يطلع المجرم من السجن. فهنا هاينك لما عرف راح لجانك ويطلب من عنده انه يشهد بكل جرائم هذا الشخص لانه هو الحل الوحيد حتى ينحكم عليه ويرجع للسجن. وهاينك توقع انه جانك راح يرفض لان هو القى القبض على عصابته ودمرهم، بس هاينك تفاجئ بقبول جانك للطلب، لكن على شرط انه يكون وياه بنفس الزنزانه على مود يقدر يقتله. وبالفعل يروح يشهد عليه ويصير وياه بنفس الزنزانه، وجانك يقدر يوفي بوعده ويخلص المدينه من القاتل. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي اي فيلم يعجبكم، وشي اكيد راح افرح كل شهوايه باقتراحاتكم، ولهنا تكون نهايه الفيلم.